نسمات ربانية من لمسات ماليزيا. نسمة ربي، همسة حبي، تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة، تاريخ نضارة، ينبض قلبي لوحدتهم. نسمة ربي، همسة حبي، تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة، تاريخ نضارة، ينبض قلبي لوحدتهم. ذوق الفن عمارتها، وبسط الكف سماحتها، فيحيي الورد شذا لحن الأشجان بها. ذوق الفن عمارتها، وبسط الكف سماحتها، فيحيي الورد شذا لحن الأشجان بها. ملقى نجارة، بودرجة يبيرة، وقوال لنبورة تميزهم. بين انقول انكاوي، سيلانكور صنواي، معالم تحكي عزيمتهم. السلام اهدي امما عانت شيعا مكلومة، بنور العلم وحب الخير ونشر السلم بها دوما. السلام يهدي امما عانت شيعا مكلومة، بنور العلم وحب الخير ونشر السلم بها دوما. إذا شعال زينة العواصم، مآذن تعلو مدائنهم. أخذوا بقوة كتاب النبوة، ومالك رمز لنهضتهم. نسمة ربي، همسة حبي، تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة، تاريخ نضارة، ينبض قلبي لوحدتهم. نسمة ربي، همسة حبي، تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة، تاريخ نضارة، ينبض قلبي لوحدتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسعد الله مساءكم بطيب الجنان في شهر القرآن، وما زلنا بنسماتنا الربانية متنقلين بكم بين الفينة والأخرى في حنايا وزوايا ماليزيا. لازلنا بالعاصمة كوالالمبور، واتجهنا مباشرة إلى أجمل الأماكن بها، بوتراجايا. أين توجد هذه التحفة الهندسية المتعلقة بالمسلمين؟ نعم، أذكياء في التفكير، إذا فكروا أنجزوا، وإذا أعطوا الإنجاز دققوا في الإنجاز حتى يتفننون بانطباعاتهم، ويتركون آلاف الناس تتعلق عقولهم وقلوبهم بهذا المكان. السيد رئيس الجمهورية ماتير، جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، أسس هذا المسجد، مسجد بوترا، ببوترا جايا في سنة 1999. لماذا يا جماعة؟ معلومة، هذا المكان بوتراجايا مكان سياحي بدرجة عالية، فأضفى هذا المسجد حتى يضع هوية المسلمين بهذا المكان، لأن الزوار والسياح الذين يأتون إلى هذا المكان معظمهم من جنسيات أخرى لا تتعلق بالإسلام، من الهندوس والبوذيون والمسيحيون وغيرهم من الديانات الأخرى. ولكن عند بناء لهذا المسجد آلاف الزوار كما تشاهدون، والصورة أبلغ تعبيراً. نعم، إنه مسجد بوترا. تابعونا، سنتطرق أو نعرفكم بزواياه، أقسامه، ماذا يحوي أو كم من مصلي يحوي، لماذا
اتخذوا له هذا الشكل وهذه الهندسة المعمارية، ألهم هدف ولهم تفكير آخر حتى في الهندسة المعمارية؟ ابقوا معنا في بوترجايا في هذه التحفة الهندسية المعمارية الإسلامية الجميلة. دخلنا بكم إلى مسجد بوترا، أخذتني فكرة جميلة لابد أن أحدثكم عنها قبل أن ندخل إلى تعريف المسجد وأجزائه. هذه العباءة جماعة كما تشاهدون، هذه العباءة يعطونها العمال، عمال المسجد لكل السواح القادمين إلى هنا، وكما تشاهدون سواء باللباس العادي أو اللباس الغير شرعي مثلا، كالزوار السياح الذين يأتون هنا خاصة النساء ومنهم حتى الرجال اللي يلبسوا لي شورت يا جماعة، لابد عليهم أن يستروا أنفسهم لأنهم في حضرة رب العباد سبحانه وتعالى. يلا نحاول أن نلبس، نضع القبعة، حتى القبعة معها يا جماعة، هكذا بهذه الكيفية، سترة جميلة جدا، والاسم اسم المسجد مكتوب كما تشاهدون بوترا موسك، يعني مسجد بوترا. هذه الأفكار الجميلة يا جماعة حتى يعطون نموذج للإسلام بأنك لابد أن تلتزم وأنت قادم إلى المسجد بتعاليم الدين، ولابد عليك أن تستر نفسك بهذه الطريقة سواء رجالا أو نساء. أنا أدخل مسجد بوترجايا، السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله، لباس الجميل هناك للكاميرا، لباس جميل لعمال المسجد، نظام يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. وحتى هذا اللباس مع القبعة التي يضعونها هي عبارة عن تقاليد وعادات وتقاليد اللباس الماليزي هنا بالأخص. وهذا كما تشاهدون شوف نظافة حتى في الاستقبال، حتى في الكلام، شوف حتى الرموز يا جماعة Expert Security، يعني هؤلاء متخصصين في أمن هذا المسجد، وأيضا حتى يتحدثون لغات عديدة خاصة منها اللغة الإنجليزية واللغة الأصلية الملايوية واللغة الصينية، يعني عدة لغات، يعني هم يترجمون للسياح القادمين إلى هنا. لوكات إن هي الكاميرا، السلام عليكم. السلام عليكم، انظر إليك، شكرا شكرا جزيلا. أيضا لفت انتباهي شيء آخر يا جماعة، هنا هذه اللافتات الجميلة، ومسجد بوترجايا هنا تحت هذه التسمية يضعون قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا مكتوبة بعدة لغات، واللغة الملايوية هنا موجودة بكثرة هنا، واللغة الهندية، وأيضا اللغة نعم لغتين الهندية والملايوية. وهنا تأسيس المسجد 1419 هجرية، يعني 1999 بالميلاد. أيضا هناك محلات خاصة بالسترة، إذا أردت أن تشتري مصحفا أو سبحة كما احنا نقوله للذكر قبل دخولك للمسجد، محلات صغيرة جدا، وهكذا يعني أيضا رموز خاصة بمسجد بوترجايا حتى يسوقون لهذا المسجد. ادخل معي سيدي، السلام عليكم، أهلا وسهلا. هنا كما تشاهدون هذه المصاحف، وهذه أيضا من يدخل من السياح أشياء يعني تذكارية
إذا أردت أو إذا كنت زائرا لهذا المكان تأخذ يعني عربون محبة لشخص كهدية تمثيلية لمسجد بوترجاية. وأيضا هنا كما تشاهدون كلها لوحات تذكارية عن المكان، قبعات أيضا، وألبسة للأطفال الصغار تمثل السياحة هنا في هذا المكان ولإعطاء المكان قدسيته أو قدسيته الخاصة. هذا مكان مخصص للألبسة التي يرتديها السياح أو الزوار إلى هذا إلى مسجد بوترا، فيضعون هذه الألبسة كما تشاهدون في ليسانتر يا جماعة، يعني حاملات الملابس، وأيضا يضعون لا غسيل في كل لربما يعني فترات يومين أو ثلاث أيام يغسلون كل هذه الملابس. نظافة رائعة جدا واهتمام كبير. انظروا فقط إلى المكان الذي يضعون فيه هذه الألبسة، مكان جميل جدا، حتى يعطون ثقافة النظافة في هذا المكان وتيسيرا للذين يأتون إلى هنا، ييسرون لهم المجيء ولباس هذا اللباس حتى يعتقدون في أنفسهم هؤلاء الزائرين بأنهم في مكان غير بقية الأماكن. صندوق خاص بالتبرعات وأنت داخل لمسجد بوترجاية. في هذه اللافتة كما تشاهدون هذه الكتابة باللغة الملايوية، يعني أتعرفون ما هذه العبارة؟ هذه العبارة هي موجودة ومشروحة هناك في اللغة العربية، أي دعم للإنسانية. من باب الإنسانية أنه لست بزيارتك إلى هذا المكان، وهذا المكان خاص بالمسلمين، ولكن دعم من باب الإنسانية. لماذا؟ كونك هندوسي أو بوذي أو مسيحي أو لا أدري أي ديانة، ولكن دعم حتى ننهض بقوة ونتطور أنا وأنت ونؤسس نهضة للفكر وللعلم وللبشرية جمعا. ونحن ندخل المسجد دائما، في دخولنا إلى المسجد عدة فقرات وضعناها لكم حتى تتعرفوا على جمالية المكان وأنت تدخل إلى مسجد بوترجاية. هذه العبارات مكتوبة باللغة العربية وباللغة الملايوية والهندية والصينية، تقول هي نفسها: الانتباه، غير المسلم، المرأة معذورة شرعا، الأبناء والأطفال ما قبل سن 5 ممنوع الدخول في قاعة مخصصة للصلاة، الرجاء من الزائرين يعني الزوار أن تلبس بحسن الثياب وستر العورة، ألا ترفع الصوت، أن تيسر أو أن تسير بحسن السلوك حول المسجد. يعني لغتهم العربية يا جماعة مكتوبة بشوية، يعني مش أن تسير بحسن السلوك حول المسجد، ممنوع التدخين. أيضا نشكركم على تعاونكم الرائع، قسم الشؤون الإدارية مسجد جامع بوترجاية. أفكار رائعة، تعالوا لنريكم أفكار أخرى وضعوها في هذا المسجد. نعم، المياه هنا وضعوها ليس داخل المسجد يعني في باحة أو في قاعة الصلاة، بل للزوار حتى الذين يأتون هنا من أجل التصوير أو للاطلاع على مسجد بوترا، يضعون للجميع خذ ما شئت من الماء هكذا ما شاء الله. وأن تضع يعني ما يسيفوش عليك إذا قدرك رب العالمين أن تضع النقود هنا تبرعاً ودعماً للمسجد ولخدمة الإسلام أو لخدمة الناس الذين يقدمون خدمة لهذا المسجد، ضع رينجت واحدة أو اثنين أو كما تشاء، لك الخيار. نعم، بمجرد شربك للماء لا يحددون لك المبلغ. انظروا الثقافة يا جماعة، ما شاء الله.
مكان جميل آخر هنا كما تشاهدون. هذه القاعة مخصصة لكل الضيوف الذين يأتون إلى هذا المسجد من أجل حوار صحفي أو أيضا من أجل كل القنوات التلفزيونية التي تأتي هنا من أجل التصوير، أن يضعوا مع السياح أو أن يضعوا مثلا لغير المسلمين الذين لا يستطيعون الدخول إلى المسجد، أن يضعوا معهم حوارا في باحة المسجد، يعني خارج المسجد حتى لا يقطنون أو لا يدخلون المسجد لحرمته لأنهم من غير المسلمين. نعم، تابعوا واستمتعوا معنا بهذه الثقافة الرائعة الجميلة جدا. وحتى الترقيم هنا للأحذية كما تشاهدون بالأرقام بالترقيم، يعني 023 022، يعني حتى الأرقام الخاصة بوضع الأحذية موجودة في كل مكان من واحد إلى ما لا نهاية. ما شاء الله تبارك الله. ونحن قادمون نبحث في زوايا وثنايا هذا المسجد، مكتبة خاصة للإطلاع على ثقافة وديانات أخرى بالأخص الإسلام، يعني كلها كتب إسلامية تتحدث عن الإسلام، تاريخ الإسلام في ماليزيا، مجيء المسلمين إلى ماليزيا، متى دخل الإسلام إلى ماليزيا، كيف تطور الإسلام في ماليزيا، كيف أصبحت ماليزيا دولة إسلامية، كل هذا وذاك في هذه المكتبة الرائعة جدا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. هذه المكتبة الصغيرة الخاصة بمسجد بوتراجايا، فيها كما تشاهدون، تعال سيدي المصور اقرأوا يا جماعة، مثلا هذه كتب الإسلام أو الأساس في السنة وفقهها، العقائد الإسلامية المجلد الأول، مثلا كتب باللغة العربية في التفسير في علوم الحديث والقرآن وغيرها، وكتب أيضا هنا كما تشاهدون بلغتهم، اللغة الملايوية هنا واللغة الهندية والعديد من الكتب. وقاعة صغيرة جدا ورائعة ونظيفة ومستفة يا جماعة، كما احنا نقول بالدرجة الجزائرية، يعني إذا أردت أن تطالع كتابا مثلا أن تأخذ مثلا تحفة الباري بشرح صحيح البخاري عليه رحمة الله تعالى أو عليه رحمة الله تعالى، مثلا تأخذ هذا الكتاب وتجلس هنا لكي تطالع ويكون أو تكون مطالعتك جميلة جدا براحة واطمئنان. وكل هذا، هذه المكتبة الصغيرة بالزجاج وأنت تشاهد خارج ولك خارج هذه القاعة الناس والسياح والقادمون من أجل الصلاة، وأنت تتمتع بقراءة هذه الكتب. من أجمل الكتب التي التقيت بها هنا وصاحبة المكتبة ومديرة المكتبة كلمتني عنه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الملايوية، اللغة الأصلية لأهل البلد. يعني أعجبني هذا الكتاب ومؤلفه هنا من ماليزيا، البروفيت اوف محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تقول بأنه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتأكد من المعلومة يا جماعة، حتى نعطيكم المعلومة على أدق تفاصيلها. والشيء الجميل أنه وضعوا حتى بعدما حدثت مديرة المكتبة أنه وضعوا حتى تفسير القرآن الكريم باللغة الماليزية وأحكام القرآن وعلوم الحديث وغيرها من الكتب، ولكن بلغتهم، اللغة الأصلية للماليزيين وهي اللغة الملايوية واللغة الصينية أيضا وحتى الهندية.
يا جماعة والله العظيم يعني قدموا خدمة للإسلام وما زالوا يقدمون خدمة للإسلام. إحنا ما زلنا في بعض المرات يعني الله المستعان نضيع أوقاتنا في أشياء لا تليق لا بمقامنا ولا خدمة ديننا ولا حتى تطوير أنفسنا. الله المستعان. على فكرة لما أعطيكم فكرة جميلة وضعوها قبل أن ندخل المكتبة، الحذاء يعني لافتة صغيرة في الأرض تقول ممنوع أن تدخل أو أن تتجاوز هذا المكان وأنت بحذائك في الأرض. يا جماعة نحن ننظر دائما للسماء ونترك الأرض، حتى في الأرض حكم لا نعرفها، فحاول على أقل تقدير أن ينظر الإنسان وأن يتفكر في خلق الله عز وجل وأن يعطي الأفكار، لأن الأفكار نجدها متناثرة هنا وهناك، فلا بد أن نأخذها بأيدينا. يتكون المسجد من ثلاثة أجزاء رئيسية: قاعة الصلاة وهذه الباحة التي تشاهدونها أمامكم، وقاعات تثقيفية أو تعليمية للناشئة لدراسة القرآن الكريم ولدراسة النحو والصرف واللغة العربية أو اللغة العربية وغيرها من العلوم المتعلقة بالدين كعلوم الحديث والسيرة النبوية وغيرها أيضا، حتى دعم الدروس الخاصة للأطفال الصغار يعني الناشئة لدعمهم في تخصصاتهم أو في المواد التي يدرسونها مثل الرياضيات والهندسة وغيرها. هذه الباحة على شساعة مساحتها تحوي هي والمصلى حوالي 15 ألف مصلي. يا جماعة هذا المسجد مسجد بوطرة بمساحته الإجمالية يحوي حوالي 15 ألف. جماعة كي نقولوا 15 ألف مصلي راهي الفم يقولها برك، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني مساحته مساحة كبيرة جداً. وسندخل إلى قاعة الصلاة وتتمتعون بزواياها وبكل فنياتها. أما الهندسة المعمارية فهي هندسة مأخوذة من الطراز العربي الأصيل كما تشاهدون أمامك. نظافة المسجد يحرص عليها على الدوام ساعة بساعة عمال النظافة سواء نساء أو رجال على حسب البرنامج الذي تضعه إدارة مسجد بوطرجايا. في الفترة الصباحية والمسائية أكثرهن نساء، وفي الفترة يعني ما بعد المغرب وغلق الأبواب و يعني الإضاءة وغيرها من الخدمات يقوم بها الرجال، وخاصة الرجال يضعونهم في الجانب الأمني يعني من أجل الحراسة وغيرها. النساء هن من يقدمن خدمة لله يعني لله عز وجل من أجل ربح الأجر، وهناك من يأخذن راتبا شهريا مقابل هذه الخدمة، ولكن يضعون لهم لباسا خاصا بهم من أجل النظافة، حتى إذا رأيت المنظفة من بعيد قال تعالى وخذ هذا المكان حتى تنظفه، وإذا سقط شيء من الأشياء التي يمتلكها السياح القادمين هنا أو المصلين. نعم.
نسمة ربي همسة حبي تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة تاريخ نضارة ينبض قلبي لوحدتهم. نسمة ربي همسة حبي تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة تاريخ نضارة ينبض قلبي لوحدتهم. بذوق الفن عمارتها وبسط الكف سماحتها فيحيي الورد شذا لحن الأشجان بها. بذوق الفن عمارتها وبسط الكف سماحتها فيحيي الورد شذا لحن الأشجان بها. ملقا نجارة بدرجة يبيرة وقوال الأنبورة تميزهم. بين أنجول أنكاوي سيلانكور صنواي معالم تحكي عزيمتهم. السلام أهدي أمما عانت شيعا مكلوما بنور العلم وحب الخير ونشر السلم بها دوما. السلام يهدي أمما عانت شيعا مكلوما بنور العلم وحب الخير ونشر السلم بها دوما. كيد شعالب زينة العواصم مآذن تعلو مدائنهم. أخذوا بقوة كتاب النبوة ومالك رمز لنهضتهم. نسمة ربي همسة حبي تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة تاريخ نضارة ينبض قلبي لوحدتهم. نسمة ربي همسة حبي تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة تاريخ نضارة ينبض قلبي لوحدتهم.